انتصار هذا التال وكيان نادي الزمالك وحماية كيان نادي الزمالك. هقول ليه بالتفاصيل. مسألة ان العموميتين دول اللجنة الأولمبية بريادة المحترم المهندس هشام حطب أكدت على بطلانهما، وده سبب الخناقة اللي قايمة بين رئيس نادي الزمالك والمهندس هشام حطب، وسبب التطورات الرهيبة التي أدت إلى إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وتجميده ومنعه من دخول ملاعب الرياضة بصفة عامة لأي لعبة رياضية. معانا هو ده موقع اللجنة الأولمبية على الفيسبوك. أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم حكما ببطلان الجمعية العمومية التي أقامها نادي الزمالك يومي 30 و 31 أغسطس. كان هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك قد أقامت دعوة ضد رئيس نادي الزمالك برقم 40 لسنة 2 لعام 2018 أمام المستشار محمد السيد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم والذي أحلاه للجنة الاستشارية وتدويلة الجلسات خلال الفترة الحالية، وصدر الحكم اليوم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي أقيمت يومي 30 و 31. دول جمعيتين، واحدة عادية واحدة غير عادية. إيه الحكاية بالضبط؟ رئيس نادي الزمالك تمسك بإقامة الجمعيتين العموميتين دول على غير صحيح القانون، على غير صحيح القانون. ليه على غير صحيح القانون؟ أول حاجة لم يحصل على موافقة الجهة الإدارية اللي هي مش الجهة الإدارية اللي هي مديرية شباب الرياضة، اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية قالت أن الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية باطلة. باطلة ليه؟ هي مش باطلة بس، هي كوكتيل بطلان. أسباب البطلان نفسها هي اللي وضعها هو رئيس نادي الزمالك في لائحة نادي الزمالك التي تم إقرارها من الجمعية العمومية الغير عادية التي انعقدت قبل عدة شهور، قبل سنة، اللي أقرت بلائحة نادي الزمالك. أهم بند في المسألة دي إن رئيس نادي الزمالك الذي يعد أحد رجال القانون كما يقول على نفسه، ومؤلف قانوني كما يقول على نفسه، وأصغر رئيس نيابة كما يقول على نفسه، وأصغر مستشار كما يقول على نفسه، لم يعلم بأن ما اتخذه من إجراءات يخالف لائحة نادي الزمالك التي أعدها هو شخصيا. هو اللي عمل لائحة نادي الزمالك وهو اللي خالفها. فاللجنة الأولمبية ما اخترعتش أسباب أو مبررات للبطلان لما قالت إن الجمعيتين بطلتين. أول الأسباب هو إن هو عمل الجمعية على يومين، عمل الجمعية على يومين، بينما لائحة نادي الزمالك بتنص على أن الجمعية العمومية اللي تقام على يومين هي الخاصة بالانتخابات وليست الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية. أي جمعية تانية تقام على يوم واحد مش على يومين زي ما قالت لائحة نادي الزمالك. اللي أنا بقوله البطلان جاي مش شطارة هاني العتال نائب رئيس النادي ولا شطارة اللجنة الأولمبية، ده هي للأسف جهل القائمين على إعداد الجمعيات العمومية في نادي الزمالك باللائحة الخاصة بنادي الزمالك. يعني هاني العتال مش عبقري ولا اللجنة الأولمبية عبقرية، لا، ده هم جابوا اللائحة بتاعت نادي الزمالك التي وضعها رئيس النادي وطبقوها على الدعوة للجمعيتين العموميتين دول. لكن أنا بقول ليه البطلان، لكن أقول إيه المكاسب التي تحققت لنادي الزمالك وكيان نادي الزمالك من هذا البطلان. تاني حاجة، لم يخطر اللجنة الأولمبية وفقا للائحة بما لا يقل عن 14 يوم. افترض انك انت تخطر اللجنة الأولمبية ان انا عندي جمعية عمومية وفقا للائحة، لائحة نادي الزمالك التي وضعها رئيس النادي ومجلس الإدارة السابق. الأمر الآخر، لم يكن هناك إشرافا قضائيا على الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، بل لم يكن هناك إشرافا من الجهة الإدارية الحكومية، وتوقف أمرها على التسجيل، مين اللي جه، مين اللي وصل، مين اللي حضر، والناس بتسجل حضور لكن ما بتحضرش حتى التصويت. فبالتالي دي من الأسباب أجة التي دفعت مركز التسوية والتحكيم اللجنة الاستشارية التي أكدت على بطلان الجمعيتين العموميتين، وسبق للجنة الأولمبية بحكم ولايتها أن أكدت على بطلان الجمعيتين العموميتين، وده سبب ثورة رئيس النادي ضد المهندس هشام حطب المحترم واللجنة الأولمبية المصرية. في الوقت ده لو تفتكروا قيل أن هناك لجنة من وزارة العدل، مستشارين محترمين أشرفوا على الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأصدرت وزارة العدل لأول مرة بيانا تنفي فيه هذه الكذبة.
قالت ما فيش مستشارين اشرفوا من عندنا على الجمعيه العموميه لنادي الزمالك العاديه او غير العاديه، فبالتالي ما فيش اشراف قضائي. طب انت عامل جمعيه عموميه مع نفسك؟ ما ينفعش تعمل جمعيه عموميه مع نفسك. من ضمن ايضا الاسباب التي ادت الى ذلك هي عدم اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك والإعلان والموافقة على عقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية. مفيش قرار مجلس إدارة، مفيش قرار مجلس إدارة. دي الأسباب التي أدت إلى بطلان الجمعيتين العموميتين لنادي الزمالك في 30 و 31 أغسطس. الكلام ده كله قالته اللجنة الأولمبية في قرارها ببطلان هذه الاجتماعات. هاني العتال كان قد يعني قبل الانعقاد بتاعت 4 ايام، ولانه نائب رئيس نادي الزمالك في انتخابات حره نزيهه جاءت بالمجلس كاملا وهو في مقدمتها والدكتور عبد الله جورج، تقدم بشكوى اللجنه الاولمبيه يؤكد على انه لم يدع لاجتماع مجلس الاداره وان الدعوه باطله. طيب ايه اللي حصل او النتائج التي ادت الى نتيجه بطلان الجمعيتين العموميتين دول؟ رئيس نادي الزمالك كان خد ايه القرارات اللي خدها؟ اول قرار خده هو اعتماد الميزانية. كده مفيش اعتماد للميزانية، مفيش اعتماد لميزانية نادي الزمالك. وفقا للائحة نادي الزمالك ايه اللي يحصل؟ وفقا للائحة نادي الزمالك ان الميزانية يجب تحويلها الى الجهاز المركزي للمحاسبات، يجب تحويل ميزانية نادي الزمالك الى الجهاز المركزي للمحاسبات. طب لو راحت الجهاز المركزي للمحاسبات ايه المفاجآت اللي فيها؟ فيها مفاجأة تاريخية يجب ان ينتبه لها الرأي العام، وهي ان مصاريف المحاماة على قضايا الزمالك 56 مليون جنيه. مصاريف المحاماة 56 مليون جنيه للدفاع عن قضايا الزمالك في المحاكم. طيب اصلا كانت ديون الاستاذ ممدوح عباس كام عشان اصرف 56 مليون؟ كانت مديونيته 40 جنيه مع الفوائد بقى والتراكم وصلت ل 75. اذا انت في هذه الجمعيه بتعتمد، انتبهوا لهذا الامر، مصاريف المحاماه، وانا بقول الموضوع ببراءه شديده، 56 مليون جنيه للدفاع عن قضايا الزمالك مصاريف محامين بس. فيها جزئية تانية خطيرة جدا، أن المصاريف الإدارية والعمومية كم؟ 122 مليون جنيه. المصاريف الإدارية والعمومية، السادة المحاسبين المحترمين والسادة القانونيين عارفين جزئية دي، جزئية دي تعني إيه؟ المصاريف الإدارية والعمومية 122 مليون جنيه. فبالتالي هنا في عدم اعتماد للميزانية بهذا الحكم اللي حمى نادي الزمالك وحمى كيان نادي الزمالك، ولم يحمي فقط هاني العتال وممدوح عباس ومصطفى عبد الخالق واحمد سليمان وعبد الله جورج من الشط كده، ما بقاش في شط رسمي. لكن هنا الاهم بالنسبه لنا شخصيا هو حمايه كيان نادي الزمالك من تلك الكوارث الماليه والاداريه. الميزانيه دي وجب على معالي وزير الشباب والرياضه المحترم الدكتور اشرف صبحي حالتها على الجهاز المركزي للمحاسبة عشان يشوف هذا تداعيات الحكم ده ايه، ان النهاردة الميزانية دي يجب عرضها على الجهاز المركزي للمحاسبة. طيب الجمعية العمومية دي ايضا كان فيها ايه؟ كان فيها تغيير اللائحة. انا لسه عامل اللائحة، ما كنتش كملت سنة، عاوز اغير اللائحة. طب لما انت النهاردة رجل قانون ولك كل الاحترام كرجل قانون، مش عارف تعمل لائحة بتغيرها بعد أقل من سنة؟ طب بتغيرها ليه؟ عشان تعميق موضوع التوريث ولا عشان ايه؟ التغيير وجب ليه؟ ولا الممارسة خاطئة؟ ولا الانفراد بالقرارات خطأ؟ ولا عاوز تغير اللائحة وتاخد موافقة الجمعية العمومية على حاجة غير قانونية بالمرة؟ يعني خلي بالكم لو احنا اتفقنا كمجموعه على اقرار ما هو غير قانوني لا يعتد به، فهم كانوا عاوزين في الجمعيه العموميه خدوا قرار غريب جدا، عدم مثول مسؤولي وموظفي الزمالك امام
النيابه العامه. دي غريبه ودي جديده ما حصلتش في التاريخ كله، انك تاخد قرار جمعيه عموميه تقول ان الموظفين بتوعي والمسؤولين بتوعي ما يمثلوش امام النيابه العامه، فروح بالقرار ده اقول لهم المال مال الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه بتقول لي دير زي ما انت عاوز وما فيش حد يروح النيابه العامه. فبالتالي دي امور غريبه جدا جدا جدا، وامور مكاسب تحققت لنادي الزمالك من وراء هذا الحكم التاريخي الذي تصدى له هاني العتال نائب رئيس النادي. انك ما بتعملش كده، اللي غلط يتحاسب، انت في عمل عام مش ملك الخاص. فبالتالي اي حد والنيابه العامه والجهاز المركزي للمحاسبات بل والجهه الاداريه هي اللي بتتابع الامور الماليه والاداريه، لو في مخالفات زيك زي غيرك، مفيش حد على راسه ريش، يمثل امام ضمير الامه وضمير المجتمع النيابه العامه. النيابه العامه ما ينفعش مثول لاي مسؤول في اي جهه، هذا ليس، هذا مال عام. في مخالفات نيابه الاموال العامه ثلاث قضايا: غسيل اموال، فتح حسابات سريه خاصه، عضويات مستثناه، وفي موظفين خرجوا بكفاله، وفي عضو مجلس اداره محترم رحابه برجيله خرج بكفاله، لكن وفي عضو مجلس هربان خارج مصر رغم انه معمول له ضبط واحضار، وفي موظف في الزمالك محمد حنفي هربان داخل مصر في شارع احمد عرابي في المهندسين بندر العنوان اللي هربان فيه. فبالتالي كل دي امور تم بهذا الحكم حمايه نادي الزمالك من هذا الامر. كان عاوز يعمل ايه في اللائحه كمان؟ كان عاوز يلغي منصب النائب الثاني. انت عملت منصبين في اللائحه، اداري ومالي ورياضي، احمد جلال وهاني العتال وفقا لنتائج الانتخابات. كان عاوز يلغي منصب ثاني ويجي يقول انا شطبت هاني العتال فاحمد جلال نائب وازود العضويات يبقوا 2+1، فبالتالي اللي هو عبد الله جورج، كان عاوز يشيل عبد الله جورج كمان، وبالتالي يفتح الانتخابات على 3 أعضاء اخرين ويضمن ان نجليه في مجلس الاداره. الكلام اللي انا بقوله مسؤول عنه. ده كان التفكير وكان التخطيط، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اي حد يظن انه قادر عليها لا، فجاءها ربك اقوى من الكل.